لما رأى السحرة هذا الأمر العجيب المهيل وهذه الآية البينة الواضحة الساطعة، ماذا حدث؟ قال رب العالمين: فألقي السحرة سجدا. فألقي السحرة سجدا، كلهم من أولهم إلى آخرهم خروا سجدا لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، أعلنوها في المكان السوى المكان المنبسط، أعلنوها أمام فرعون وأمام وزرائه وأعوانه، أعلنوها صريحة مدوية، خروا سجود. ومنظر رآه فرعون أمام عينيه ووزرائه من حوله، كل من جاءوا ومن أحضرهم ومن استعان بهم كلهم أمامه خروا سجدا لله وأعلنوها، قالوا آمنا برب هارون وموسى. لا إله إلا الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في أول النهار سحرة كفرة فجرة، وفي وسط النهار مؤمنين صالحين بررة، ليس ساحرا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة آلاف، وكلهم عن آخرهم أعلنوا الإيمان، وليس إيمانا على طرف أو على حرف، وإنما إيمان ماذا؟ راسخ. أول النهار سحرة، وسط النهار مؤمنين صالحين بررة. فماذا قال فرعون؟ أيضا ما يزال يعبث بعقول من حوله، مع أن الأمر أصبح في وضوح من أبين ما يكون، فما يزال يستخف بعقول الناس. فماذا قال؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم به، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي أن المعتاد يقول لهم المعتاد والمعروف أن أفعالكم عن شوري، أفعالكم عن شوري، لا تقومون بأمر لا تستشيروني وترجعون إلي هكذا مباشرة، تخرون سجدا وتعلنون الإيمان بدون استشارة وبدون رجوع إلي. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر. أيضا هذه ألقاها قاصدا ماذا؟ أن يستخف العوام الذين حوله. كبيركم الذي علمكم السحر، هل هذه الكلمة تنفق؟ هل هذه الكلمة تنفق؟ هل هذه الكلمة تروج؟ موسى جاء من مدين، وفرعون جمع السحرة من أنحاء شتى ومن أماكن بعيدة ومن مناطق مختلفة، والذين جمعوهم أعوانا، ثم يقول لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو لم يرهم إلا في هذا المكان، ولم يجتمع بهم إلا في هذا الميدان، فيرمي هذه الكلمة: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن، يهدد الآن، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وستعرفون، يقول لهم، من الذي عذابه أشد وأبقى، أنا أم رب موسى وهارون؟ فيعلن لهم أن العذاب والعقوبة التي عنده هو أشد وأبقى من عذاب رب موسى وهارون. وسترون، يقول لهم، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا التهديد لا يؤثر إطلاقا في القلوب المؤمنة، القلوب الصادقة، القلوب المقبلة على الله سبحانه وتعالى، لا يؤثر فيها أي تأثير. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على هذه الحجج الواضحة التي رأيناها والبينات الساطعات التي شاهدناها، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا وأوجدنا وخلقنا من العدم،
فاقض ما أنت قاض، افعل ما بدا لك، افعل ما شئت، فاقض ما أنت قاض. لكن ما هو قضاءه؟ وقضاءه لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انتهى السياق المبارك المتعلق بهؤلاء بهذه الخاتمة المباركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فأعلنوا الإيمان، أعلنوا التوحيد، صدعوا بالعقيدة والثقة بالله تبارك وتعالى، ولم يبالوا بتهديد فرعون وأعوانه، وطلبوا رضا الله، غفرانه، رحمته سبحانه وتعالى، وهم في تمام الإيمان والثقة به، والله خير وأبقى. وكما ذكر أهل العلم، لم يأتي في القرآن، ولم يأتي أيضا في الأحاديث الصحيحة أنه باشر، أن فرعون باشر تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يأتي أيضا نفي ذلك. ومثل هذا ماذا نقول فيه؟ الله أعلم. مثل هذا الآن لا نخوض فيه إلا إذا كان فيه آية أو حديث، فلا ندري هل تم هذا الأمر أو لم يتم، لكن الله عز وجل أخبر عن إيمان هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نحن ينبغي أن نأخذ من هذه القصة فوائد جليلة وكثيرة جدا، منها هذه الفائدة العظيمة التي ينبغي أن تكون عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوجب عليك أيها المسلم